نصف نهائي كأس الملك، البطولة الأغلى في المملكة العربية السعودية اللي وصلت إلى مراحل حاسمة جدا. مباريتين في هذا الدور، الشباب يلاقي الهلال وفي الملز استاد الأمير فيصل بن فهد، والفيحة يستضيف الاتحاد على استاد الملك سلمان. طبعا مباراة الهلال والشباب غدا، ومباراة الفيحة والاتحاد بعد غد. الشباب والهلال تبقى مباراة ذات طابع خاص وديربي خاص، وأيضا هي مباراة منتظرة. الترشيحات بكل تأكيد على المستوى الفني، خصوصا بعد فترة شتوية، هي في مصلحة الهلال وبفارق. وأيضا الغيابات اللي موجودة في الشباب بخبركم عنها. الشباب يدخل مباراة الغد وعنده غيابات مؤثرة، المهاجم جون ماري أيضا يغيب، شكوك حول الجونيور، متعب الحربي يغيب، باولينيو يغيب بداعي الإيقاف، كل هذه أسماء مؤثرة عن فريق نادي الشباب تغيب عن مباراة الغد. بينما الهلال يعني تقريبا لبليهي وكاريو، احتمال ضعيف لسالم الدوسري، يعني أنباء مش مؤكدة. بحيادية تامة وضع الهلال أفضل من وضع الشباب بكثير، لكن هل يكون تركيز الشباب أعلى من تركيز الهلال كون هالبطولة المتبقية له، باعتبار أن الدوري بات بعيد جدا عن الشباب ومنطقيا هو لن ينافس على البطولة، سينافس على مراكز متقدمة. هذا ممكن يكون في مصلحة الشباب، لكن بقية الأمور كلها في مصلحة الهلال. لذلك أنا أرشح الهلال للتجاوز لمباراة الغد على حساب الشباب.